الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس الابتدائي، ازيكم حبايبي؟ هناخد النهارده يا ولاد درس جديد، مساحة الدائرة من كتاب الأضواء صفحة 136. تعالوا نشوف مع بعض كده الكتاب، في بعض التعريف مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. الدائرة عبارة عن خط منحنى مغلق، كل نقطة من نقاط هذا الخط تكون على بعد ثابت من نقطة ثابتة. النقطة الثابتة دي تسمى مركز الدائرة، النقطة دي يا ولاد اسمها مركز الدائرة. ويسمى البعد الثابت من ميم الى جيم مثلا، ده اسمه نصف القطر. نصف القطر عباره عن قطعه مستقيمه بتصل بين مركز الدايره واي نقطه على الدايره، اسمها ايه؟ نصف قطر. فهمته؟ القطر اكبر وتر في الدائره اللي هو ا ب، ده اسمه قطر في الدائره. يبقى قطر عباره عن وتر يمر مركز الدائره، وهو اكبر الاوتار طولا. القطر اكبر الاوتار طولا. ناخد بالنا يا اولاد ان محيط الدائره هو طول الخط المنحنى المغلق الذي يحدد الدائره. طبعا بيلزمنا من الكلام ده كله القوانين عشان نعرف نحل المسائل. يعني محيط الدائره بيساوي باي في طول القطر او 2 باي نق. نق دي اختصار لطول نص القطر. يبقى القطاع الدائري هو جزء من سطح الدائره محصور بين قوس ونصفي القطرين المرين بينتين. يعني يا اولاد ده اسمه قطاع دائري. القطاع الدائري اللي هو ا م ب ده اسمه قطاع دائري، بيكون جزء من سطح الدائره، بيكون محصور بين نصفي قطرين وقوس في الدائره، اسمه قطاع دائري. يعني الدائره ممكن نقسمها لعدد كبير من القطاعات، ماشي؟ عدد يعني ممكن هنا ممكن نقسمها مثلا 4/4 الدائره، اقسمها نص ونص، تمن وتمن كده، ده اسمها قطاعات دائريه، تمام؟ طيب احنا القطاع الدائري ما فيش علاقه ليه دلوقتي، ولكن تبقى عارف يعني اسمه دلوقتي. القطاع الدائري ده عبارة عن أ م زائد م ب زائد طول القوس اللي هو أ ب، تمام؟ يعني بيساوي 2 نق زائد طول القوس، ده هندرسه فيما بعد. ولكن مطلوب مننا دلوقتي إن احنا نعرف مساحة الدائرة اللي هي بين نق تربيع. أو أنا عندي طبعًا يا أولاد عشان أجيب المحيط بقول 2 باي نق، أو أقول المحيط بيساوي باي في طول القطر. مساحة الدائرة بيساوي التدريبات العامة يا أولاد. باي نق؟ لا ده المحيط. باي نق تربيع، مساحة الدائرة باي نق تربيع يا أولاد. مساحة الدائرة ده القانون الجديد بقى، مساحة الدائرة باي نق تربيع، تمام؟ ها طيب والمحيط بيساوي 2 باي في نق أو باي في طول القطر، ها؟ ما تتلخبطوش بين المحيط والمساحة. يبقى تاني هنقول بهدوء مساحة الدائرة تساوي باي نق تربيع. طب في مسائل معانا هي يا ولاد، بيقول لي دائرة طول نصف قطرها 1 سنتيمتر، فإن مساحة سطحها بتساوي نق. المساحة بتساوي باي نق تربيع، تمام؟ هو بيقول لي نصف القطر بواحد. يبقى لما نيجي نحل هنقول اكتب ورايا كده باي نق تربيع. باي دي ب 22 على 7 في مربع نص القطر، نص القطر بواحد، يبقى 22 على 7 في 1 ب 22 على 7. يبقى مساحة الدائرة قلنا باي نق تربيع، تمام؟ خلاص كده يا ولاد كتبنا ايه؟ باي نق تربيع، وعوضنا عن نص القطر بكام؟ بواحد في المسألة، فطلعت المساحة باي في واحد اللي هي 22 على 7 في واحد ب 22 على 7، تمام كده؟ يبقى القانون تاني مساحة الدائرة ايه؟ باي نق تربيع. القانون اهو بنعوض فيه، قال لي ان نص القطر بواحد سنتيمتر، هنقوم كاتبين مكان نق تربيع دي واحد تربيع اهي، واحد تربيعها بواحد يعني. يبقى 1 في 22 على 7 ب 22 على 7، ماشي؟ ها اللي بعدها مسألة زيها، اوجد طول نص قطر الدائرة التي مساحتها 616 سنتيمتر مربع. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي طول نصف قطر الدائرة التي مساحتها 616 سنتيمتر مربع. بصوا يا أولاد احنا عندنا المساحة موجودة وعايزين نجيب نص القطر، لما تيجي تحل مسألة زي دي تقوم كاتب القانون. بص كده يا أولاد اكتبوا ورايا، المساحة بتساوي باي نق تربيع. هو جاب لك المساحه ب 616، تقوم كاتب 616 بتساوي باي اللي هي كانت 22 على 7 في مربع نص القطر، ماشي؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ كتبنا القانون اهو وهنعوض فيه. يبقى عشان اجيب نق تربيع اقسم ال 616 على 22 على 7، ماشي؟ يبقى نق تربيع بتساوي 616 على 22 على 7، يعني بيساوي 616 في مقلوب الكسر التاني، القسمة هتبقى ضرب ونقلب الكسر التاني. هنا 616 على العدد 22 هنقسمهم على بعض، 616 على 22 فيها كام؟ لو قلنا هنا العدد 6 على 22 مش هينفع، 61 على 22
هنضرب فيها كام؟ نضرب في 2 مثلا في 22، لو ضربنا في 3 في 66 كبير، نضرب في 2 فتبقى 44 ونطرح ونجيب الباقي، او ممكن نعملها بالآلة الحاسبة. يطلع معانا يا اولاد لما نقسم 28، 28 نضربها في 7، 7 في 8 في 56، 6 و 5، 2 في 7 ب 14 و 5 19، 196 سنتيمتر مربع. طيب احنا عايزين نجيب نص القطر، اقول له نص القطر بيساوي الجذر التربيعي ل 196 هيبقى كام؟ 14 سنتيمتر، يبقى نص القطر ب 14. يبقى تاني يا اولاد المساحة عبارة عن باي نق تربيع، كتبنا مكان المساحة اللي هي 616 لأنه أعطاها لك، بتساوي 22 على 7 في نق تربيع. عشان نجيب نق تربيع بنقسم المساحة اللي هي اللي هي 616 على 22 على 7، بنقسم على المعامل ده اهو. طب القسمة بتتحول لإيه؟ لضرب. لضرب، ونقلب الكسر التالي تبقى 7 على 22، يبقى 616 في 7 على 22 ممكن تعملها كلها كده على الآلة الحاسبة ويطلع لك 196. طيب بناخد الجذر ازاي؟ في زرار على الآلة الحاسبة اسمه الجذر التربيعي اهو، اللي هو ده، ده الجذر، نقول الجذر كده اهو 196، هي كانت ايه؟ 196 اللي هي 14، ماشي؟ ده اسمه الجذر. لما تشوف العدد اللي ضرب في نفسه يديك 196 اعمل زرار الجذر ده، فيبقى نق بتساوي 114 سنتيمتر. في حل تاني يا ولاد بنحفظه، اول ما يقول لك نق تعمل ايه؟ نق تربيع بتساوي المساحة على باي، ده قانون تحفظه تحل بيه المسألة على طول. نق تربيع بتساوي المساحة على باي، بتقوم قاسم 616 على باي اللي هي 22 على 7، ويطلع لك الناتج 196 مباشرة، يبقى نق بيساوي 14 سنتيمتر. ده حل آخر، ده حل آخر للمسألة، ممكن تحفظ القانون ده هيوفر معاك كتير في الحل. يبقى نق تربيع بيساوي المساحة على الباي، فهمت الطريقة؟ ماشي، يا إما تكتب القانون وتعوض فيه وتختصر، أو إن أنت تكتب نق تربيع بيساوي المساحة على باي وتطلع الحل. فيبقى المساحة على باي اللي هي 616 على 22 على 7 هيديني 196، دي نق تربيع. وبالتالي نص القطر الجذر التربيع بقى للمساحة يطلع 14 سنتيمتر، يبقى الناتج 14 سنتيمتر. السؤال اللي بعده بيقول لي مساحة الدائرة التي طول قطرها 12 سنتيمتر. باي. احنا عايزين نجيب نص القطر، هو جاب لك طول القطر ب 12، يبقى انت لازم تجيب ايه؟ نق. يبقى نق بيساوي 6 سنتيمتر، لان طول القطر ب 12 يبقى نص القطر ب 6. اذا المساحة هتساوي مساحة باي نق تربيع، باي هنسيبها ب 22 على 7 في مربع نص القطر، نص القطر طلعناه ب 6، يبقى 6 تربعها ب 36. نجيب الآلة الحاسبة، نقول 22 على 7 في 36 يعطيني الناتج 113.14%. تمام؟ فهمت يا اولاد؟ يبقى اما يجيب لي طول القطر، ما يجيب لي في المسألة طول القطر بطلع منه ايه؟ نص القطر، بقسمه، لأن القطر ب 12 يبقى نصه بكام؟ ب 6، القطر كله ادي دايرة اهي، القطر كله كان ب 12، يبقى نق اللي هي الحتة ده اهي، نص ال 12 ب 6. طب عشان نجيب المساحة، المساحة بتساوي ايه؟ باي نق تربيع، المساحة بتساوي ايه؟ باي نق تربيع، باي ب 22 على 7، باي ب 22 على 7 في مربع نص القطر، نص القطر كان ب 6، هنربع يبقى ب 36، يبقى 22 على 7 في 36 بالعدد ده. طيب هقولها تاني، احنا عندنا دايرة، افهم كده، بيقول لي مساحة الدائرة التي طول قطرها 12، الدايرة القطر ده كله كان ب 12، انت عايز تجيب ايه؟ المساحة. طب المساحة بتقول ايه؟ باي نق تربيع، باي بكام؟ 22 على 7 في مربع نص القطر، نص القطر يبقى بكام؟ ها؟ القطر بستة. كله كان ب 12 يبقى نص القطر ب 6. تقوم كاتب بقى مكان نق دي ب 6، 6 أس 2 36، يبقى 36 في 22 على 7 تبقى بكام؟ 113.14%. بنكتبهم اهو على الآلة الحاسبة، 113.14%. أولى تاني؟ لا خلاص. ها؟ تمام كده؟ فهمناها؟ طيب اللي بعدها، مساحة قطاع دائري يمثل ربع مساحة سطح الدائرة بيساوي كام باي؟ يعني بيقول لك كده ما تعوضش مكان الباي. طيب افهم كده يا حبيبي، خلوا حبيبي ركزوا معايا، هو عايز مساحة قطاع دائري يمثل ربع مساحة سطح الدائرة، ربع اهو في مساحة الدائرة، مساحة الدائرة بيساوي ايه؟ باي نق تربيع. يا ولاد دي مساحة الدائرة، هو بيقول لك هنا
عايزين نجيب مساحة القطاع الذي يمثل ربع مساحة الدائرة. ربع مساحة الدائرة يعني ربع في باي ناقة تربيع. ماشي؟ طيب هو بيقول لي نص القطر بكام؟ ها؟ بسبعة. يبقى أنا هربع نص القطر ده. يبقى أقول له هنا ربع في باي في سبعة تربيع. تسعة واربعين في ربع اللي هي 49 على 4 باي سنتيمتر مربع. يبقى هنا 49 على ايه؟ على 4 والباي جنبها. يبقى ده مساحة قطاع دائري يمثل ربع مساحة سطح الدائرة. فهمتوا؟ يبقى تاني هقولها تاني اهو. هو بيقول لك ربع مساحة سطح الدائرة. مساحة الدائرة باي ناقة تربيع. أما أقول ربع مساحة الدائرة يبقى ربع في القانون. تمام؟ أو ربع كتب. كتبنا الربع. ومساحة الدائرة باي ناقة تربيع. الباي نزلت زي ما هي. ومربع نص القطر. نص القطر كان بسبعة في المسألة. حاولوا تفهموا. حاولوا تفهموا يا أولاد. ماشي؟ حاولوا تفهموا. سبعة هنربعها بتسعة واربعين. تسعة واربعين في ربع وتسعة واربعين على اربعة في الباي. هي سبعة في سبعة. اللي هي سبعة في سبعة. تسعة واربعين على اربعة باي. بس يبقى دي ربع ايه؟ ربع. خدوا بالكم احنا ما عوضناش مكان الباي. ليه؟ نقول له في الاختيارات هنا عايز باي. يعني ما تشيلش الباي تحط 22 على سبعة. لان باي دي النسبة التقريبية. هو قال لك هنا سيبها زي ما هي. ماشي؟ تعالوا نشوف اللي بعدها. هنا بيقول لي مساحة سطح دائرة محيطها 20 باي بيساوي نقط سنتيمتر مربع. انت عايز تجيب مساحه سطح الدايره. طب مساحه الدايره بتساوي ايه؟ 2 باي ناقة تربيع. صح؟ افهموا كده بهدوء. مساحه الدايره يا اولاد بتساوي باي ناقة تربيع. انت محتاج تجيب نص القطر. طب هو بيقول لك دايره محيطها 20 باي. افهم الاول بعدين اكتب. افهم. بيقول لك ان المحيط 20 باي. يعني ايه المحيط 20 باي؟ هو محيط الدايره بيساوي ايه؟ ها؟ باي في طول القطر. يبقى طول القطر بكام؟ بـ20. يقول لك 20 باي. فما يقول لك المحيط 20 باي يبقى القطر بكام؟ بـ20. يبقى نص القطر بكام؟ بـ10. برافو عليكم. بس تعالى عوض هنا بقى. الباي قال لك عوض مكانها ب 3.14 اهي. احنا عارفين يا اولاد ان الباي دي يا اما 22 على 7 او 3.14. فاحنا هنعوض مكان الباي ب 3.14. المشكله في ايه؟ ان نص القطر مش موجود. طب جبناه ازاي؟ احنا قلنا ان المحيط باي في طول القطر. طول القطر بكام؟ ها؟ ب20. طول القطر بكام؟ يبقى نصه بكام؟ يبقى نص القطر ب10. فهمتوا؟ يبقى هنعوض مكان نص القطر ده ب10. يبقى 10 تربيع. يعني يبقى 3.14 في 100. 10 تربيعها ب 100 اللي هي 10 في 10. فهمتوا؟ يبقى 100 في 3.14 تبقى 314 سنتيمتر مربع. كده فاهمين دول خلاص؟ تعالوا نشوف مفاتيح كده في حلول المسائل. شويه مفاتيح كده لحل المسائل. اول ما اقول لك نص القطر عايزين نجيبه من المحيط ناقة بيساوي المحيط على 2 باي. اللي هيحفظ الكلام ده يبقى الامور سهله عليه. افهم معايا. نص القطر ده بيساوي المحيط على 2 باي. طيب وناقة تربيع بتساوي المساحه على باي. دول مفاتيح في حل المسائل. يعني لما يجيب لك المحيط اقسمه على 2 باي ثم طلع لك ناقة. ولو جاب لك المساحه اقسمها على باي تديك ناقة تربيع اللي هي عباره عن ناقة في ناقة. ماشي؟ في مسائل يجيب لك المحيط ويقول لك طلع لي المساحه او المساحه وطلع لي المحيط. طيب يبقى احنا عرفنا اصلا يا استاذ ان المساحه عباره عن باي ناقة تربيع والمحيط عباره عن 2 باي ناقة. يبقى المساحه باي ناقة تربيع والمحيط 2 باي ناقة. ولما يقول لي هات لي ناقة اقول له المحيط على 2 باي. ولما يقول لي هات ناقة تربيع اقول له المساحه على باي. او لما يجيب لك المساحه اقسمها على باي طلع ناقة تربيع اللي هي ناقة في ناقة. ماشي؟ كل دي مفاتيح حلول المسائل. وما يقول لك ربع مساحه الدايره المساله كنا واخدينها اللي هي ربع في باي ناقة تربيع. باي دي ب 22 على 7 او 3.14 اللي هي النسبه التقريبيه. باي 22 على 7 او 3.14. تمام؟ ها اقرا تاني مساحه الدايره بسرعه كده بقى عشان ايه اللي مش فاهم. مساحه الدايره باي ناقة تربيع. تمام؟ طيب طول نص او دائره طول نص قطرها 1 سم فان مساحتها باي ناقة تربيع. باي ب 22 على 7 في مربع نص القطر اللي هو 1 يبقى 22 على 7. هنا بيقول لي طول نص قطر الدائره التي مساحتها 616. هو عايز هنا ايه؟ ناقة. من مين؟ من المساحه. هو قايل ايه؟ ناقة تربيع بتساوي المساحه على باي. لسه حاملينها دلوقتي. قمنا قاسمين ال 616 ده اهي على باي. فاكرين لما قسمنا؟ 616 لما قسمناها على باي طلعت ب 196. خدنا الجذر اهي. شايفين يا ولاد؟ اهو حلناها بطريقتين. قلنا يا اما هنعوض القانون او نحفظ القانون السهل ده. ناقة تربيع بيساوي المساحه على باي. يا ولاد لما يجيب لك المساحه اقسمها على باي. لما يجيب لك المساحه
اقسمها على باي، يديك نقي تربيع، شوف كم في كم يديك الرقم وتخلص المسألة. نقي تربيع بيساوي المساحة على باي، خلاص ما تلخبطوش بقى. يبقى أول ما جبنا المساحة اقسمها على إيه؟ على باي. يبقى إحنا هنا عملنا كده يا ولد، قسمنا 616 على باي ادتني نقي تربيع اللي هي 196، كم في كم 196؟ 14. نحلهم تاني يا ولاد مع بعض من الكتاب تاني اهو عشان اللي مش فاهم. عندنا مساحة سطح الدائرة هنقول له ايه؟ ها باي نقي تربيع. دائرة نص قطرها 1 سنتيمتر، فإن مساحة سطحها المساحة باي نقي تربيع. نقي يا ولاد؟ نقي كان بواحد، يبقى 1 تربيعها بواحد. لا نص القطر يعني كان بواحد اهو. يبقى باي ده 22 على ايه؟ على 7. طول نص قطر الدائرة التي مساحتها 616. جاب لك المساحه 616، تقوم قسمها على باي يديك نقي تربيع. فاكرين الخطوات الحل؟ اه اهي، يبقى نقي تربيع اهي، تقوم قايل المساحه على باي قاسم 616، تقوم حلها على 616 على باي، هيديك 196 اللي هي نقي تربيع. يبقى نص القطر يبقى 14. تقف ايه الرقم اللي اتضرب في نفسه مرتين ويديك 196 اللي هو 14. تمام يا اولاد؟ طيب مساحه الدائره التي طول قطرها 12، القطر ب 12 يبقى نقي بكام؟ ستة. حلو بقى تركزوا، القطر ب 12 يبقى نقي بستة. يبقى المساحة تقول له ايه؟ باي نقي تربيع، تقول 22 على 7 في مربع نص القطر اللي هو بستة، يبقى ستة تربيع اهو. وتطلعها من الآلة الحاسبة، تقوم عامل 22 على 7 في ستة في ستة، يقوم الآلة الحاسبة مطلعها لك على طول. 7 في 36 أو تقولي 6 أس 2. ماشي؟ أهي. عملناها من شوية يا أولاد وطلعت 113 و14 من 100. 113 14 من 100. فهمتوا؟ طب السؤال اللي بعده بيقول لي مساحة قطاع دائري يمثل ربع مساحة سطح الدائرة. ها؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو احنا هنضرب ربع في ايه؟ مساحة الدائرة بقى؟ مساحة الدائرة مساحة الدائرة باي نقي تربيع. باي نقي تربيع. نص القطر قال لي بكام في المسألة؟ سبعة. شايفينها؟ يبقى هنعوض مكان ده اهي بسبعة، سبعة تربيع ب 49. يبقى سبعة في سبعة مش سبعة في اتنين، سبعة تربيع يعني سبعة في سبعة، ماشي؟ يبقى 49 في ربع، يبقى 49 على 4 والباي جنبها. بس. لأنه قال لك عايز بدلالة الباي، تقوم كاتب هنا 49 على إيه؟ على 4. تمام؟ طيب، مساحة سطح دائرة محيطها 20 باي. مساحة يعني ايه محيطها 20 باي؟ المحيط عبارة عن باي في ايه؟ في طول القطر، يعني ال 20 ده اهي طول القطر، قولوا انتوا بقى تاني. يعني ايه محيطها 20 باي؟ يعني نصها هتبقى 10. جميل، يبقى نص القطر ب 10، لان ال 20 ديت طول القطر كله. خلاص؟ يبقى المساحة بقى نجيبها ازاي؟ باي نقي تربيع، ده كانوا احنا حافظينه. باي هنعوض عنها بكام؟ هو قال لك هنا 3 و14 من باي. يعني تقوم شايل باي ده اهي وكاتب ايه؟ 3 و14 من 100 في مربع نص القطر، نص القطر بكام؟ 10 تربيعها بكام؟ 100. ايوه كده شطار، 100 في العدد اهو العلامه تتحرك برقمين، يبقى 314 سنتيمتر مربع. محيط الدائره بيساوي ايه؟ 2 باي نق او باي في طول القطر. طيب مساحه سطح قطاع دائري يمثل نص سطح الدائره. ها نص سطح الدائره يا اولاد يعني نص في سطح الدائره. السطح بتاع الدائرة بيساوي يا ولاد باي نقي تربيع. يا ولاد احنا عايزين نجيب مساحة سطح القطاع دائري يمثل نص سطح الدائرة، يعني نص في مساحة الدائرة، مساحة الدائرة ايه؟ باي نقي تربيع. بس يبقى نص باي نقي تربيع، فين؟ اهي. نص باي نقي تربيع. طيب مساحة دائرة طول قطرها 8 سنتيمتر بيساوي كام باي؟ ها؟ المساحة الدائرة عايزين نجيبها اللي طول قطرها ب 8، ادي دايرة اهي بصي هنا مين؟ هتبقى نصها 4. ايوه. يبقى نقي ب 4، شفت شاطرة. يبقى المساحة بتساوي ايه؟ باي نقي تربيع. ايوه. الباي هنسيبها زي ما هي. النقي ب 4؟ ب 4، يبقى نقي تربيع بكام؟ 4 ب 4 ب 9، لا 4 ب 16. 16. 4 ب 4 ب ايه؟ 16. طيب نص قطر الدايره، نصف القطر يا اولاد، نص قطر الدايره، خد بالك نص هتقوم مضروبه في قطر الدايره اللي هو 2 نق، يبقى هنا نق، نص القطر ولا نق يعني. محيط الشكل المقابل بيساوي كام سنتيمتر؟ دي مساله يا اولاد يعني ايه من سنه خمسه
بتاعت محيط الشكل، لما يجيب لي مثلا حاجة مرسومة يقول لك هات لي محيط. هي سهلة مش صعبة، حاول بس كده تفهم معايا يعني ايه اوضحها اهو، هرسمها في ورقة. بص يا ولاد، لو انا عندي شكل زي ده وعايز اجيب محيطه، هو جاب لك اهو شكل كده كده، وقال لك ان القطعة دي قد دي، هنا 2 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر، يقول لك محيط الشكل. بص كده يا بنتي، محيط الشكل ده يا ولاد عبارة عن الإطار الخارجي. يعني إيه؟ أنت مثلا عايز تقيس البعد ده كله، المسار ده أهو زائد القطعة دي زائد القطعة دي، صح؟ يعني يا بنتي هتقولي جايبة الاتنين اللي هو الجزء ده، والجزء ده أهو اللي هو عبارة عن ربع المحيط الدائرة، والحتة ده أهي 2. أقولها تاني، أنت عايز تجيب محيط الشكل، القطعة دي ب2 سنتي، هتبدأ تقيس 2، والقوس ده أهو ربع محيط الدايرة، القوس ده أهو ربع محيط الدايرة يا بنتي، والحتة ده هي ب2، يبقى 2 زائد ربع في محيط الدايرة زائد 2. طب ما الاتنين تنزل، ربع محيط الدايرة يا أولاد لازم نحسبه، صح؟ ها محيط الدايرة بيساوي إيه؟ 2 باي نق 2 في باي في نق، حلو كده الكلام؟ اجمع 2 مع 2 تبقى بكام؟ 4 4 أهو، زائد وافتح قوس كبير، ربع في 2 في باي بكام؟ ب22 على 7. نص القطر كان بكام؟ ب2 اهي، تمام؟ طيب تعال نختصر، الاتنين في 2 ب4 تروح مع الاربعة، صح؟ فيتبقى من هنا 4 تنزل، وهنا يتبقى 22 على 7 اللي هي باي يعني، يبقى 4 زائد باي، يبقى نختار 4 زائد باي، ماشي؟ ولا تاني؟ يبقى الجزء ده يا بنتي بص معايا هنا، ده ب2 والجزء ده ب2، يبقى 2 و2 ب4 تفضل معانا، والجزء اللي هو الخيط ده اهو عباره عن ربع ربع المحيط. يا احسب ازاي ربع المحيط؟ افهمه عشان الكلام ده مهم جدا. يبقى ربع في 2 في باي في نق، لان ده محيط الدايره. ها؟ يبقى 2 و2 4 لسه هنضيف عليهم ربع محيط الدايره، يبقى ربع في 2 باي نق، النق كان بكام؟ النق كان ب2 اهي، دي نص القطر يعني. يبقى ربع في 2 في باي في 2 اهي، 2 في 2 ب4 و4 على 4 في 1، 1 في 22 على 7 ب22 على 7 اللي هي باي يعني. نسيب باي زي ما هي، ماشي؟ يبقى الناتج عندي هيطلع 4 زائد باي اللي هي 22 على 7 دي يعني باي، ماشي؟ هنشرحها تاني يا ولاد اهو عشان اللي مش فاهم. ولاد بصوا كده يا حبايبي بطريقه سهله خالص، القطعه دي قد دي، هو قال لي كده ان دي 2 سم ودي 2 سم، بيقول لي احسب محيط الشكل. المحيط يا ولاد عباره عن الاطار الخارجي الذي يحد الشكل من الخارج، ده المحيط. يعني مثلا عايز واحد عايز يعمل حواليه جنينه مثلا، الاطار دي مثلا حديقه، وعايز يعمل حواليها سور، فبيجيب المتر ويقيس، ده طولها مثلا 2 متر مثلا، ودي 2 متر ويقيس ده، ده يعمله ازاي؟ المشكله ديت ايه؟ ده كيرف، ده منحنى، فعشان يحسبه لازم يقول لك ده ايه؟ دي عباره عن ربع دايره. فاهم الكلام؟ ده عباره عن ربع ايه؟ ربع دايره، يبقى ربع في محيط الدائره. يبقى ربع في محيط الدايره اللي هو 2 في باي في نق، يبقى ربع في 2 في باي في نق اللي هي 2، 2 في 2 ب 4، 4 على 4 في 1 يعني باي، يعني الحته دي يا اولاد طولها باي سنتيمتر، الحته دي طولها طلع بايه؟ بباي، يبقى محيط الشكل بقى ها؟ هنجمع بقى كله، صح يا بنتي؟ نجمع 2 زائد باي زائد 2 تطلع كام؟ 4 زائد باي زائد باي، بس كده اسهل؟ اه كده اسهل يا اولاد، لكن انتوا يعني طريقه تانية عملتها بخطوات رياضيه، عملت ايكويشن معادلات وصفيتها. لو انت مش فاهمه هات المحيط ده ارفع على جنب وزود عليه 2 وبعدين 2 وخلاص. بس الموضوع بسيط يعني، بس تبقوا فاهمين الطريقه. السؤال اللي بعده يا اولاد، مساحه الشكل المقابل. الشكل المقابل ده عباره عن ربع دايره، يعني قول له هنا ربع باي نق تربيع. يعني ربع باي في مربع نص القطر، نص القطر هنا كان ب 4 سنتيمتر. ده زي ده يعني. ف 4 × 4 ب 16، 16 على 4 في 4، 4 في باي ب 4 باي. تمام كده؟ سهلة؟ طيب بيقول لي في الشكل المقابل دائرة ميم طول نص قطرها 4 سنتيمتر أهي يا ولاد، قسمت إلى 5 قطاعات دائرية متساوية في المساحة. احسب مساحة القطاع الواحد. سهل. القطاع الواحد ده يا ولاد بيمثل خمس مساحة الدايرة، زي ما يكون تورته مثلا وقسمناها على 5 أفراد. يبقى مساحة القطاع الواحد قول له خمس في مساحة الدايرة، طب مساحة الدايرة عبارة عن إيه؟ باي نق تربيع. باي نق تربيع. يبقى خمسة أهي في باي، باي قال لي استخدم دي أو دي، ممكن نقول 22 على 7 أو 3 و14 على 7. هي 12 على 7. ماشي، في مربع نص القطر، نص القطر كان بكام؟ بأربعة. أربعة، تربيعها بكام؟ تربيعها 16. هنحسب كل ده على الآلة الحاسبة، أقول له 5 في 22 على 7 في 16.
تطلع معانا 10 و5 من 100 سنتيمتر مربع. المساله اللي بعدها يا اولاد مساله اساسيه ومساله جميله جدا. المساله دي اللي احنا قلنا هنستخدم فيها قوانين يا اولاد. هنا بيقول لي الدائره مساحتها 314، احسب محيطها يا اولاد. اول ما اجيب لي المساحه اقسمها على باي عشان اجيب نقطه تربيع. ها افهموا الكلام ده كويس. اول ما اجيب لك المساحه تقسميها على ايه؟ على باي. على باي. فاكرين القوانين كتبتها من شويه؟ ايوه نقطة تربيع. ايوه اشتغلوا معايا كده عشان تحس ان في فايده كده. المساحه على باي. شفت سهله ازاي؟ نقطة تربيع المساحه على باي. المساحه هي على باي. يبقى 314 على 314 من 100 اللي هي باي. قال لي باي استخدمها كده يا اولاد. هو اللي محدد لك هي بتعوض باي زي ما هو قايل لك. فهمتوا؟ ها اكمل؟ طب لما نقسمها على بعض هي بتيجي بكام؟ 100. طب من الشاطر اللي هيقول لي نص القطر يبقى بكام؟ ب50. لا كم في كام ب 100؟ 10 ب 10. 10 ب 10، يبقى نص القطر ب 10. يبقى المحيط، المحيط بيساوي ايه؟ 2 باي نق. شطار. يبقى نكتب 2 في الباي اللي هي 3 و14 من 100 في نص القطر اللي هو كام؟ ب 10. اللي 2 في 4 ب 8، 2 في 1 ب 2، 2 في 3 ب 6، وال 10 اتحرك العلامه برقم. بس كده خلصت. شفت سهله ازاي؟ مساله جميله جدا. لو اللي حافظ قوانين بيبقى سهله. تاني نق تربيع بيساوي المساحة على باي. اهو القانون اهو. نق تربيع بتساوي المساحة على باي. بنقسم المساحة على الباي ويطلع لنا الناتج ب 100. لو انت عوضتها بالآلة عوض بقى عشان ما تلخبطش زي ما هو يجيب لك. ما تبقاش حافظ ان 22 على 7، حسب ما بيجيب لك عوض وخلاص. تمام؟ عشان لو عوضت ب 22 على 7 هتلاقي قصور. تطلع 99.9 اللي هي تقريبا ب 100. طب وليه؟ تعوض زي ما هو جايب لك بباي. اتفقنا؟ طيب المسألة اللي بعدها. دائرة مساحة سطحها زي اللي فوق بالظبط. احسب محيطها. اخليكم تحلوها انتوا بقى. ها نقطة تربيع بيساوي ايه؟ ها المساحة على باي. يلا حلوها.